راجل كفايه بقى، مش سامعك كويس، بطل وشوش. ما انت بتتوشوش، مش سامع خير. ايه بتقول ايه؟ هكلمك بعدين، يلا باي. ارجو يا حاج ان انا ما كنتش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني، احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا بس كنت جاي لنبيله في بستان. ايه؟ لا جاي اخد كلمتين في القضيه يعني. بحسب البستان. ايه؟ اصل سمعتها بوسه، انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفه وعفيفه وظريفه وشرفي بحب بالليفه. ابني كنت الليفة يا حاج، حبي يا جمل. ده انت عمك في قلب البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاكي ده وشوفي الافوكاتو، يمكن نطلع منه بمصلحة. طب يلا بقى، باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس فت ثواني ثواني ثواني. ازيك يا سعودة؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 لا، ده سعد اخويا انا. يا حبيبي. اكبر من الصغير ولا هو ايه؟ يا راجل لا 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 لا، دايما انت ظنك وحش يا راجل، ده ابن خالتي بالرضاعه يا سعد. طب يلا يلا اقفل، اكلمك بعدين. يلا باي باي. البلد كلها اخواتها بالرضاعه. منور يا حاج عجه. افندم يا استاذ خلصنا. قصدك يا ست انت اللي خلصيني بقى. بصي بقى يا ست، انا بس شفت ثواني. اوعي بعد ما امشي بقى. انت رايح فين؟ اجيلك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص، نتقابل في الجلسه. باي. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن هذا الملتهم الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا ألتصق مع النيابة، ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم فخورين به. القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعال يا قليلة. سيد الرئيس، مش فين الشهادة اللي هي المدعية؟ هي دي الشهادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابساه ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر. ده أنا أنفخك. بارك الله فيك يا أستاذ، بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة انك كنت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه، صح؟ ايوه يا استاذ. ولما حصل ان انت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حته مكان ضلمه كده وعلى ضي الشموع، حصل الاعتداء عليك، اليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ اجل يا سيدي، اجل يا سيدي. وعلى حسب أقوالك برضك في النيابة أنك قلت أن تم عليك الاعتداء بداية من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:30، يعني ساعة بالتمام والكمال، مظبوط؟ الله ينور عليك يا أستاذ. لا، الله ينور عليه هو، ساعة ده رقم قياسي، ده المفروض ياخد جايزة أوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس، هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تليفون؟ هنا يا أستاذ؟ نعم؟ هنا؟
بعد اذنك المكلف في صلب وعنق القضية. اتفضل. انا اللي بتصل. انا ايوه. ردي يا حاجة. ردي ردي يا حاجة. فتح الله عليك. ردي ردي. الو. الو. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نبيلة الحايح مش كده؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. طب ده رقم تليفون سعادتك مش كده؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاكي اثناء الحادثة صح؟ اجل اجل. انا بس حبيت اثبت لرسالة المحكمة ان دي النمرة الخاصة بالمولدعية اللي كانت معاها اثناء الزعططة. وكان عايز ياخد منك الموبايل صح؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. يا سلام على التقوى. طب ازاي يا سيادة الريس حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده 5 مكالمات كل مكالمة لا تقل عن 10-12 دقيقة وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب الشركة نفسها بتاعت المحمول بتقول ان جالها 5 مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه نفس الساعة. ازاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل بس يحصل بقى سعادتك الا اذا كانت هي في حالة الاعتداء كانت بتكلم صاحباتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكرا سيادة الرئيس. يا ام هتظبطي. يلا باي. نبيلة انت نمرة الموبايل بتاعك 013 45 30 1. ايوه يا فندم. حكمت المحكمة حضورياً أولاً بإلقاء القبض على المجني عليها وأحالتها إلى نيابة العامة وتوجيه تهمة البلاغ الكاذب إليها، وثانياً براءة المتهم عصام بيومي من التهمة المسندة إليه. رفعت الجلسة. بقول لحضرتك نزل لي قانون الدستور الجنائي كله. ايوه بس ده كتير قوي على الشريحه انها تستوعب ده كله من غير ما تفضلها مكان. يا باشا يا باشا البشوات يا دكتور يا مستر سكلانس احنا داخلين على عز وفلوس جايه وحياه تانيه خالص. عايزين نعمل الفلوس اللي بجد. عايزين نقف على الفلوس نفضل نطول 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 من علوها نلمس برج الجزيرة ولو طولنا نلمس برج الجدي كمان هنلمس. اتكل على الله. حلو قوي. هات المج بتاعك وتعالى. بصحتك يا مستر سكلانس. قدامي. ولكم سكولانس. شوف بقى دي ذكريات قديمة زي أصدقاء طفولة الأهل الجيران الحي اللي انت اتولدت فيه العشرة القديمة يعني. شيل ايه؟ شيل شيل ذكريات طفولة ايه وناس ايه وجيران ايه وعشرة قديمة ايه. ده حتى اسمها مش حلو. عشرة قديمة زي الجبنة القديمة. شيل. هايل. عايز الناس دي كلها انساها. انساها من الفقر. عايز ابقى شاب جديد. اعمل اكاونت ونزل لي الايس بوكس. هايل. حياتك كلها. بالشكل ده على الشريحة تخليني أقرب معاد المؤتمر اللي هظهر فيه اختراعي للنور. حلم حلم. انت بتقرب قول بسرعة.
حلم ايه ورؤية ايه؟ ايه يا دكتور؟ ناس ايه؟ ناس؟ ناس مين يا دكتور؟ نمال من الناس خلاص الدنيا بقت حلوة والعيشة هترتاح ماله ماله سطب انت بس قانون الدستور الجنائي والصبانة العلاقات الغرامية يا يا وآية نزلت لك برنامج العلاقات الزوجية عشان تخلف ويبقى عندك قطة عيال هو ده كلام هو ده أخيرا فهمتني يا وديع جميل جمال عجب عيال جميل جمال عجب عيال صلاة ودلال منى وجمال ورمز جلال جميل جمال دكتور ابن حلال والله ابن حلال جميل جمال هنجيب عيال جميل جمال هنجيب عيال هنجيب عيال واضح انه اشعاعات البرنامج لبست معاها الحاسه اللاسعه عند ان الستات بتبقى جامده كده ومدير كتير بالذكر انه هيبقى فيه ليلة على الفضيات النهاردة اجي يا بوبي لحظة واحدة يا عيون البوبي لحظة واحدة هو الدكتور ما البرنامج رقم ايوه الو يا دكتور الو الو يا اسطى ايه يا اسطى البرنامج مش عايش تسهله خالص لا والله ده الحته متظبطه جوه وعماله كل شويه تندلي تقول لي يلا يلا وانا واقف هنا زي الخصايه يلا بقى يا بوبي انا زهقت حاضر لعيون البوبي يلا بقى ده شغل هترمينا عظمه ايوه طب هيشتغل امتى ده انا مش ثانيه واحده لا بس واضح ان هو الشيخ ده مع السلامة انت مع السلامة انت يلا اهلا ومرحبا بك في برنامج العلاقات الزوجية اهلا بك يا ست الكل يا قشطة دلعينا بقى دلعينا الدخول الى القائمة الرئيسية ايوه اضغط الرقم 1 صحيت امك ليه اضغط رقم 1 اضغط فين انا يلا بقى يا بوبي يا الله ايه ده ايه ده يا للي تعامل مع الهدف درجة الشحن فول بطارية يا جوز الخيل العربية سوق يا اسطى لحد الصبحية على راسي من وعليا يا بوبي كلك حمية السكر اللي في الجمعية ونحلو بإيه اللي لدي بشوية رز وشرعية كود الخير والعربية على هنا 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 دا 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 اهو وفين الباب